تابعين معكم مشاهدينا ومتابعين باستقبال ضيوف حلقة اليوم. بيسعدنا نستقبل رئيس لجنة مهرجانات الباترون الدولية الماتر المحامي السيد فياض. أهلا وسهلا فيك ماتر. يا هلا أهلا وسهلا. مهرجانات الباترون الدولية رح تنطلق ب8 تموز وأكيد رح تستمر لكل أيام شهر تموز. خبرنا بداية عن برنامج هالسنة وكل التفاصيل عنه. مثل كل سنة وعقبال كل سنة. مرسي. مثل ما عودنا كل اللبنانية وكل الأجانب اللي بيجوا على الباترون وبيحبوا الباترون، رح تنطلق السنة المهرجانات ب8 تموز. ببرنامج متنوع. عنا أول شيء الفرقة العالمية Air Supply اللي هن فرقة هي أسترالية واللي بيشاركوا فيها هن جايين من الولايات المتحدة الأمريكية كمان. عنا ب9 تموز ميوزيك هول بالعربي. نعم. عنا ب 16 تموز The Voice Kids وب 23 تموز مارسيل خليفة، فنان الكبير مارسيل. نعم. خليفة. طبعا. وب 31 تموز عنا كتير شيء حلو كتير مميز، هو إنه البيرة والنبيد والمأكولات البحرية. صحيح. اللي هي بتتميز فيها. خبرنا عنها الليلة اللي بتقدموا فيها مأكولات بحرية الباترونية وبتقدموا فيها بيرة ونبيت الباترون، وهيدي السنة الثانية على التوالي اللي بتقوموا فيها بهالليلة المميزة. خبرنا أكثر شو الهدف من وراها وكيف كانت الأصداء السنة الماضية. السنة الماضية كان مشروع كتير حلو وكتير ناجح، واللي فاجأنا هو المشاركة الكبيرة من الأجانب العاملين بلبنان. نعم. يعني إن كان أمم متحدة أو صليب أحمر دولي أو البعثات الدبلوماسية كلهم كانوا موجودين بلبنان. نعم. فضلا على اللبنانية واللي إجوا كلهم على الباترون. الهدف منه هو تشجيع الصناعات المحلية، لأنه نحن البيرة تنتج بمدينة الباترون اللي هي اسمها كولونيل بير، وعنا كمان الواينريز، عنا 9 خمارات مبيد هن بينجوا مبيد من أرض الباترون ومنطقة الباترون. حبينا نعمل لهم دعاية كمان ونخلي هالمبيد المهم إنه يكون معروف أكتر، وهو أكيد معروفين هني، أنا ما بدي أسمي برانتس هلأ. نعم. بس هني معروفين. كما إنه الباترون تشتهر كونها مدينة بحرية على البحر المتوسط، بيقصدوها الناس للغطس للسباحة للويند سيرف للسيرف ليتمتعوا ببحر الحلو. كمان من الطبيعي أن تكون غنية كمان بمطعمها بالمأكولات البحرية. من هيك عم نركز على هالثلاث أشياء كرمال أنه نعمل دعاية لمدينة الباترون. نعم. وكان هذيك السنة نحن كل سنة بيكون عنا هدف، يكون عنا كوز للمشروع. هذيك السنة كان لدعم تعاونية صيادي الأسماك وصيادي الأسماك بالباترون. من هيك كان رايع هالحفل السنة الماضية لدعم الصيادين. السنة بعد إن شاء الله قريبا بنأكد لمين رح يكون الدعم بهالمشروع. أكيد رح يكون لجهة هي بحاجة لدعمكم. بدنا نرجع للمهرجان أيضا اللي هو ينبثق من نخوة وهمة الشباب من الباترون يلي بحبوا هالمنطقة الرائعة من لبنان. نحن مش بس لأنه أهل الشمال شهادتنا مجروحة فيها، كل اللبنانية شهادتها مجروحة بمنطقة الباترون. برأيك شو كان الهدف الأساسي من الشباب إنهم يأسسوا أو يدعموا هالمهرجان؟ هو كانت أحد أهداف بلدية الباترون السابقة، اللي كنت أنا بإلي الشرف إنه أكون عضو بالبلدية مع رئيس البلدية مارسيلون الحركة، اللي نوجه له التحية، اللي هو كمان بيدعم لجنة مهرجانات الباترون وكمان أكيد غيره من الفعاليات الموجودين. بقى هي انبثقت من بلدية الباترون وبتضم نخبة من شباب الباترون اللي بيحبوا يشتغلوا لخدمة المدينة وإنمائها وتطويرها وتصير معروفة أكتر وأكتر. اللافت سيد فياض أنك الرجل الوحيد يلي بترأس مهرجان بلبنان وأنت بعيدة عن السياسة، لأنه مثل ما بنعرف الباقي المهرجانات التانية بترأسهم نساء وهالنساء هن زوجات سياسيين. قدي برأيك هذا الشيء مثل مسؤولية إضافية لإلك، وقدي كمان أنتو كلجنة بتشجعوا أنه هيك مهرجانات تكون بعيدة عن طابع سياسي؟ فعلا هي لجنة المهرجانات هي مسؤولية كبيرة، بس عم نقدر نتخطى كل هالصعوبات لأنه نحن بالباترون كل بحب نتعاون مع بعضنا، في محبة بتجمعنا. من هيك عم نقدر أنه ننجح كل سنة أكتر من سنة. ومظبوط أنا الرجل الوحيد اللي رئيس لجنة مهرجانات، وهيدي قال الوزير روني عريجي بإطلاق مهرجانات الباترون الدولي وزارة السياحة لفت النظر عليها. بقى هلا انا فخور بهالشيء يعني اكيد
أن يكونوا كلهم ستات حوالي بقى. والتعاطي رح يكون مع السيدات. نحن هلأ رح نشوف سوا بهالفيديو ماتر أجواء مهرجانات هالسنة بهالفيديو. مهرجانات البترول الدولية تقدم الفنان الكبير مارسيل خليفي في حفلة لا تنسى مساء 23 من تموز، وللمرة الأولى من مسرح البترون سيغني روائع ألبومه الجديد أندلس الحب. تبعتون أطربوكن وحبيتون، وهلأ إجا الوقت لتحضرون مباشرة على المسرح. مهرجانات البترون الدولية بتقدم The Voice Kids in Concert، حفل مميز لكل العيلة مساء السبت 16 تموز، بيجمع 6 متبرعين بنهائي The Voice Kids. رح بيقدموا لكم أفضل ما عندهم بحفل واحد ومميز. تباع البطاقات بجميع فروع Virgin Ticketing. The Batroun International Festival, in partnership with Axel Rom, presents the legendary band Air Supply. Air Supply, live in concert on Friday, July 8th, a memorable evening of timeless classics. فعلاً أجواء كتير حلوة رح نعيشها ضمن مهرجانات البترون الدولية. هون هيك سؤال مات، شو يلي ميز مهرجانات البترون لحتى صارت بوقت قصير مهرجانات دولية؟ قلتي بالحديث كنت عم تقولي عن البترون وعم تحكي عنها، نحن شهادتنا مجروحة، بس أنا بعرف فرد شغلي إنه اللي بيجي على البترون بيعلق. أول شيء بتجي على البترون، ما الناس ما بتجي بس كرمال المهرجانات، بتجي تشارك بالمهرجانات بس بيشرب كمان المية البترون، مية حنونة، عندها أشياء تانية كمان، شعبة اللي هي المطرح ما بيصير المهرجان هو بمنطقة أثرية إلى تاريخ، يعني صحيح. كل حجر من حجار البترون بيحكي، صحيح. المية البترون، مية البحر بالبترون، يعني مثل ما بيقولوا بيتعمدوا بمية البترون، ببطل فيه بيصير مثل واحد معلق بشي ولد من أولاده، بصير عطول بس يجي مرة وبينبقد ما بينبسط بصير بده يجي كل مرة. من هيك نحنا كل الناس اللي بيجوا لعنا على البترون بنفتح لهم قلبنا ومنهتم فيهم ومنستضيفهم بكل محبة ورحابة صدر. وأنا بس بدي أقوله وضيافة، أنا اللي بدي أقوله بس إنه مش اللي بيجوا بدهم يجوا على المهرجانات البترون يجوا قبل، خليهم يشوفوا يبرموا يشوفوا الأماكن الأثرية والتراثية، وفيهم كمان يقضوا نهار بالبترون يرجعوا من عشية يحضروا الحفلات اللي بدها تصير. صحيح. والشيء اللي مميز كمان من البترون انه الاشخاص اللي قاعدين فيها بيحبوا الحياه كثير، بيقولوا عايشين قد ما بيحبوا الحياه. صح. المحامي سيد فياض، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم بتحلى الحياه. نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بالمهرجان هالسنه، وما عدنا شك رح يكون اكثر من ناجح واكثر كمان من السنه الماضيه. شكرا لك. ميرسي، ونحن بنشكركم كمان، بنشكر ال بي سي. شكرا لك.